ما زالت هذه المناظر في الجانب الأيمن موجودة ولم يتم تغيير حالها إلى حال البناء والإعمار. طبعا هذه انتقلنا من المنطقة القديمة، مو بس المنطقة القديمة هي مدمرة، هسه حاليا احنا بشارع الجمهورية طبعا كثير من البنايات موجودة مدمرة. والله منظر خراب، لا عمار لا شيء، خاصة الجانب الأيمن خراب دمار، ما حد يجيها ولا حد يمرها، لا منظمة لا شيء، لا أهلي لا حكومة، نوبة دمار خلاص، حياتك هم حياتنا، هجوم لا منظمة لا شيء، فلس ماكو، شغل لا عمل، وريد بيوت ناس تشوفهم كلها بيوت ناس، عالم والعالم انضرت والعالم وقعت فوق البيوت، حيل انضرينا. يعني اريد من الحكومة ان تعملنا شغل عمار شوارع، يعني الناس يعني حيل قاعد تشكي اعمار ماكو، شو العالم تروح باليسر تقعد 200 400 الف 500 الف ايجار، العالم ما عندها، العالم اكثر راح تروح على المخيمات، ما عندها العالم، ما يصير اعمار ماكوش بالايمن، خلاص ماكوش اعمار، يعني شوارع ماكوش، طاسات حفر مدري ايش، ماكوش اعمار بالايمن. خلوا اسالوا لو تجي الجهود الهندسيه الموجوده تشيل هاي الانقاض، تقدر هي تنظف جهود الهندسيه، العالم من عندها تبني مدري ايش، ابد ماكوش اعمار. اما بس طلع على المحافظ حكى شويه راح، بعد ما شفنا ماكو شعمار نهائيا، ماكو شعمار. هذا بيتي، هذا منا لي حد هناك، وهذا بيت هسه ما موجود، وذاك بيت مشعل ابو سهي ابو مصعب، يعني الجيش هو تقدم بس ما ادري رجع اشو على غفله، صارت كلها بالقاع اللي هناك تقريبا، هلا الجيش وصل هنا وما ادري ايش صار بعدين. تم تدمير البيت صارت تفجيرات، وداعش كان ورا هذه المنطقه، كان يجي من يم العمريه مسوي له فتحات لهي المنطقه، وهاي كل شيء ما كان بيها، حتى درايج هذا مضمد، هذا بقمشه، وهذا الاخ اشو على غفله، كلها بالقاع صارت. ما التعويض ماكو لحد الان، يا تعويض بس منظمات يشتغلون يعني على الخفيف. تتوقع انت ينطق تعويض؟ والله هي 90% حتى اذا ينطق تعويض ايش قد ينطق؟ يعني هذا ايش قد سعره داعي عليه الشارع العام؟ ايش قد سعره؟ مو اقل من 200 مليون، ايش قد راح ينطق؟ يعطيك 200 مليون دوله؟ لا. اذا اعطتك 10 زين. هاي الدولة مالنا. ايش تقول للمسؤولين المعنيين؟ يا مسؤول حبيبي، مسؤول هسه قاعد بالمجلس، قاعد ياكل ويشرب وياخذ راتب، والله كريم. يا مسؤول. مسؤول يجي خلايا الطسه يسويها، هاي الطسه هذيك الطسه اللخ، هاي داق عليه، وين الزحام؟ ماكو زحام، يا اربع خمس ساعات. خلوه نشيل الانقاض. يا انقاض يرحمه ولا ابو كويا يجي يقول لازم تراجع، نروح نراجع يقول لك هاي انت ما مشمول هسه، نحن هسه على المنطقه القديمه، يا المنطقه القديمه خير يرجعون يشوفون. تجي المنظمات نفس الشيء. هسه احنا وين بالضبط؟ هسه نحن بباب جديد. عيب والله عيب، ايش نيل انقاض؟ هاي كلها مكومه زبل، وهاي يمنا السبيت خربه، اخوي طقت عليه العبومات. لا. والله حتى ايده اليمين انقصت. قبل ايش قد هاي؟ اي قبل ثلاث اشهر. ثلاث اشهر؟ اي ثلاث اشهر. يعني كان يعني بالخرابه؟ بالخرابه، عيلعب يلعبون كلتهم، كلهم مجمعين يلعبون، وجمع يم الباب وطق يلعبون. ويعبرون من الماي وطقت العبوه، ما بس اخوي راح، كلهم كم طفل غادي ما حد راح، بس اخوي.